أعلنت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني السبت عن إقامة معرض الإسكانات والعقارات الأردني الثاني، والذي سيكون لمدة 3 أيام في العاصمة عمان. نحن هنا اليوم لنحتفي جميعا بتلك الفكرة التي انطلقت في العام الماضي، والتي أصبحت بفضل شراكة الجميع وتضافر الجهود معلما مميزا ينتظره الأردنيون في كل عام. نحن هنا اليوم لنعلن انطلاق النسخة الثانية لمعرض الإسكانات والعقارات الأردني لعام 2018. هذا الحدث الذي يأتي انطلاقا من أهدافنا في الجمعية لتوفير السكن المناسب للمواطنين الأردنيين بمنتهى المصداقية والنزاهة. في النسخة الأولى من هذا المعرض في عام 2017 تمكنا بفضل الله تعالى وبالشراكة المميزة مع بنك صفوة الإسلامي من توفير السكن ل 500 مواطن تقريبا عن طريق هذا المعرض. واليوم نجري كامل الترتيبات للمعرض الثاني ليكون أكثر تميزا وأكثر فائدة للمواطن. في معرض 2018 نتحدث عن مساحة إجمالية للأرض للمعرض تصل إلى حوالي 1000 متر مربع، وهي ضعف مساحة المعرض السابق، بمشاركة ما يزيد عن 65 شركة عقارية توفر آلاف الشقق في بما يتناسب احتياجات المواطن الأردني، وبشراكة ورعاية حصرية لبنك صفوة الإسلامي الذي وفر عروضا مميزة لتمويل العقارات. ولهذا العام خصصت بعض الشركات المشاركة عروضا مميزة حصريا لزوار المعرض، وتشمل مطبخ مجانا، مكيفات مجانية، خصم خاص لزوار المعرض. المعرض سيكون لمدة 3 أيام من 30/8 حتى 1/9 في الساحة المجاورة لمبنى الجمعية، مع توفير الخدمات المساندة من المواقف المجانية وأماكن الصلاة. الزملاء الإعلاميون، الحضور الكرام، فكرة السكن هي فكرة عائلية، لذا حرصنا كل الحرص على إيجادها في معرضنا لهذا العام. سيكون هناك سحب مباشر على جوائز وهدايا لزوار المعرض، بالإضافة إلى بعض الهدايا الخاصة بالأطفال. من هون إجا اهتمامنا بعمل معرض سنوي لعرض منتجات الشباب الشركات في هذا المعرض، وحرصنا على أن يكون مجانا طبعا لزملائنا. هذا أقل شيء ممكن تقدمه الجمعية للإخوان اللي عندهم مشكلة في تسمية شققهم، أو اللي حتى اللي ما عندهم مشكلة ولكن حابين أن يكون التسويق من خلال المعرض لجمعيتهم. فتم تكليف اللجنة المشرفة برئاسة أخونا المهندس سليمان، واللي بذلوا الحقيقة جهد يشكروا عليه، جهد جبار، سواء في السنة الماضية أو في السنة الحالية. وتم زي ما تفضل المهندس زهير والأخ سليمان، تم تكبير المساحة وإعطاء الفرصة لعدد أكبر من الزملاء. تقريبا ما في حدا تقريبا طلب إنه يشارك إلا وأعطي المجال. وكذلك تم تلافي بعض الهفوات، بدناش نحكي مشاكل، الحمد لله ما كان عندنا مشاكل في المعرض السابق، إنما كانت هناك بعض الهفوات والتحسين على المعرض. اللي بدي أقوله إنه طبعا الشكر موصول للراعي الرسمي للمعرض البنك صفوة، ومن باب الشفافية حتى اليوم إجاني بعض من أحد زملائنا، أعتقد أنه موجود هون معنا، بعض الانتقاد على سير العمليات في بنك صفوة لم تأخذ وقت. ورحبت الجمعية ببدء حوار مع الحكومة بما يتعلق بنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والمحافظات. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.